فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ثبت أن صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل، وبين ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب بالأعراف وبالطور وبالمرسلات؟ هذا في بعض الأحيان، لكن الغالب أنه من قصار المفصل، كونه في بعض الأحيان يقرأ طوال لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يشق على المأمومين. إذا كان كما سمعتم، إذا كان المأمومون يرغبون هذا لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.